والسجود، نعم السجود أيضا له صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. أما الصفة المجزئة فهي أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة، أن يسجد على أعضائه السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها. وأما الصفة الكاملة فأن يضع يديه حذو منكبيه تارة وتارة حذو أذنيه، يعني صفتان، تارة يضع اليدين حذو المنكبين وتارة يسجد بين كفيه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود، وهذا هو الاعتدال. الاعتدال إنه ما يمتد ولا ينكمش، يعني بعض الناس ينكمش، تجد أن بطنه يكون على فخذيه وفخذاه تكون على ساقيه، لا لا، بل لا يمتد ولا ينكمش، هذا هو الاعتدال. جافي عضديه عن جنبيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي مجافاة شديدة حتى يرى بياض إبطيه من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام، ويفرق ركبتيه. وأما بالنسبة لقدميه فإنه يقارب بينهما، لكن رص القدمين هذا لم يثبت فيه شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قارب قدميه كما في حديث عائشة في صحيح مسلم.